يا صاحبي ما كحتاح لي يا صاحبي، لازم عشان المدني. هذاك هو وش عندنا، هذاك هو الحل تاعنا. وي لازم يا صاحبي. شكون هذو؟ هذو فلاحين. هذو وش راهم يديروا؟ يخدموا في الليل. احبس احبس، نروحوا ليهم نوعوهم شويه. هم نحكوا لهم. هيا روح، هيا روح، روح نشوفهم. يا صاحبي روح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش خاوتي راكم عفلاها؟ كيما راك تشوف هذه الأرض عندها فايتة 25 سنة وهي هاملة، فهمت؟ وهي ضايعة. اليوم رانا عزمنا أنا والجماعة، قلنا إن شاء الله نستصلحوها. كيما راك تشوف رانا نحيو في الأعشاب الضارة بها بالزريعة تاعها، سمعت؟ ونخرجوها لبرا باش الزريعة ما تعاودش تنوض، وإن شاء الله نديرو فيها مزروع جديد باش المزروع هذاك الجديد إن شاء الله يجي وافر ويجي صافي وخام وما فيهش الطفيليات. حاب نعطيك اللاف وتعاوننا شوية؟ لا 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 لا، اسمح لي، أنا قصدكم في واحد الأمر حبيت نوعيكم به. إيه تفضل. معليش، على بالك البلاد ما راهيش مليحة ورانا حابينها مدنية ماشي عسكرية، وماذا بينا يروحوا كاع ونديروا واش نحبوا، ولازم نروحوا المرحلة انتقالية. زيدوا ثاني. هذا ما كان، هذا ما كان. وماذا بينا توما ثاني تدعمونا، ولا ما كاش نديروا عصيان مدني. والله غير في الحقيقة حرت منين نبداك وعلى بالك باللي دوختني. تو وراك تشوف فيها عسكرية ماشي مدنية، ها؟ عسكرية أنا نشوف فيها في الحدود، راهم يحرصوا في سيادة الوطن تاعنا، ومدنية بالانتخابات، إلاك حبها مدنية لازم الانتخابات، وزيد هذه يروحوا قاع، هذه يروحوا قاع وانتوما ديروا تدير واش تحب، انتوما شكون؟ وزيد انت دير واش تحب وانا ثاني نجي ندير واش نحب، وهذا يجي يدير واش يحب، وهذا ثاني يدير واش يحب، واللي مور البحر يدير واش يحب، ومن بعد النتيجة تاعها وراهي، ها؟ صح. وهذا العصيان المدني هذايا راكم حابين التاريخ يعاود نفسه كما في سنة 1830، ها؟ فرنسا صابتنا قاع مشتين ومقسومين، ها؟ دخلت استعمرتنا هنا بالغيطة. وذركا فهمني يرحم بابك، فهمني هذه البلاد بلادكم ولا ماشي بلادكم؟ ها؟ بلادكم ولا ماشي بلادكم؟ علاش راكم حاقدين عليها هكا؟ علاش؟ شوف شوف الدول تاع الخارج كيف راهم كالبين على البلاد تاعنا، شوف. صح. باش تفهم انتو حابين يدمرونا غيروا منا لخد شافونا، فهم، مشتين وماشي موحدين. أمت التالية التالية قاع، فهمت باش تفهم؟ شوف غير لي جون تاع الجلفة مساكن اللي حكموهم في تونس، أمت حاجة واش عليا، فهمت؟ مدخلوهم للحبس، لا حياة لا حشمة. تقول احنا ماشي دولة حنايا، ياك انت جزائري؟ ايه. وأصلك جزائري؟ باينة. وماشي موحل بالك في الفاميليا تاعك كاع، بالك عندك واحد شاهد في العائلة تاعك؟ وي. ها سوا سوا ولا لا لا؟ سوا سوا. وكيف تقبل تحط التماصير تاع بلادك تا في فم السبع؟ ها؟ ماكش غلط زعما؟ صح. نورمالمون راك تناضل، فهمت؟ باش تكون عندنا البلاد تاع مؤسسات، فهمتني؟ وبلاد قانون، فهمت؟ هذه اللي ننضلوا على جالها. أنا عم أنا كي جيت ليا وقلت لنا وكي قلت لي حنوعيكم وكاع أنا فرحت. أنا عم بالي جيت تقولنا باللي رانا صبنا رئيس، الله الله.
وجيت تقول لي عليه رئيس الله الله فهمت اللي يلم الشمل تاعنا ويوحدنا فهمت ويعاود يحط البلاد في السكه الصحيحه فهمت باش نبنيو بلادنا ان شاء الله ان شاء الله. هذه بلادنا افهم افهم هذه بلادنا وما عندناش من غيرها. زعما درناش النيف على بلادنا علي من يديك النيف والمثل واش يقول لك اللحم كيفوح شكون يرفدوه ماليه خلاص يرفدوهم ماليه. هذه بلادنا لا بغات مليحه ولا دونيه نحبوها لازم وناضلوا على جالها. والله غير عندك الحق يا خويا. ايها اسمع يا محمد اسمع هذه البلاد ماتوا عليها الرجال هذه البلاد ماتوا عليها الشهداء والرجال فهمتوا مسقيه بدم الشهداء. انت حبيتنا اليوم نسمحوا فيها نورمال ولا واش بيك راك مليح في راسك. عندك الحق يا خويا لازم نناضلوا باش تكون عندنا دولة تاع مؤسسات وتاع ودولة تاع قانون. ايه هذا هو لازم النضال تاعنا. ايه وهذا هو لازم اللي نناضلوا عليه. ما نديوش احنا بلادنا للواد. احنا اللي نرفدوا بلادنا. باللي كان. وقال عندهم الحق يا صاحبي جينا نوعوهم وعاونا. سمحوا لنا خوتي عطلناكم على الخدمة. خليكم تكملوا خدمتكم. اسمع اسمع خونا اسمع خويا اسمع ماشي مشكل. هاي صح معليش سقسيكم معليش معليش بعد ما تستصلحوا هذه الارض وتقموها واش راح ديروها واش راح تزرعوها؟ شوف يا خويا من الناحيه هذه ما تكسرش كاع راسك. هذه الارض اللي راك تشوف فيها هذه مسقيه بدم الشهداء. وي هذه واش ترمي فيها واش تغرس فيها يجي. الحمد لله الارض هذه مباركه من عند ربي. سبحان الله. هذه قامت تكسرش راسك. الحمد لله. هيا. هيا ربي يعاونكم. الله يسهل. خليكم تكملوا. الله يسهل. آية. الله يسهل. شوف يا البركة قلت لك باللي الشبيبة هذو ما راهم مغلطينهم. مدينهم للواد. احنا بصح احنا كبار ما نمروا لهمش. على بالي يا وليدي على بالي. على بالي باللي مغلطين وهذا خاطئ على بالي. على بالي. ان شاء الله يكونوا استفادوا منه. الحمد لله. الحمد لله. وان شاء الله كيف فاني يحكي لاصحابه فاني يزيد يوعيهم ما يخليهمش يزيدوا يغلطوهم فاني. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. يا ربي صحيتو صحيتو يا بسلام صحيتو يا لمن. اسمع اسمع اروح اروح ريحني شويه نتبادل انا وياك هاك اللافو واعطيني نضرب شويه بالمنجل. عارف كيف تضرب انت ثاني هذا عارف كيف تضرب بها مرتاح وانت طالع هبط مليح لك في العلو ما خلي والو حتى الزريعه الزرقاء وما قال هبط مليح الزريعه ونحيها. هاي هيا اللي جن هيا هيا جماعه يا جماعة جاب لي ربي فيها بركة اليوم. خدمنا واش كتب ربي سبحان الله. رانا خدمنا واش كتب ربي. لا لا الحمد لله نعمة. وغدوة إن شاء الله نزيدو غدوة إن شاء الله نبكرو هكذا. إن شاء الله. ونزيدو نتكلو على ربي نخدمو نصيب اللي كتبو ربي. يا من عاش. ها يا جماعة نروحو. ها يا نروحو وحدة وحدة. بصح اسمع. نروحو بالبيسكلات هاد. بالي وبالكم البيسكلات اللي فيها الكاسكروطة تاعي بالك شو واحد يتوشيها. عليك تستاهلها. ها يا روح.